دولجية مطبلاتية، هو ايه اللي حصل؟ ده للاسف يا ايه دكتور، اللي حصل؟ ده في ايه؟ ده في ناس، المفاهيم حصل فيها كده ليه؟ انا عايز افهم حاجه، حتى لو ما بقيتش السيسي او ما بنقيدوش، ازاي واحد عايز يدمر بلده؟ ايوه انا بفترض ازاي مثلا انا بشوفهم يتكلموا، انا راجل فلاح بقول لك ما بعرفش اقرا ولا اكتب نهائي، اما بيتكلموا في قضيه يعني ريجيني، مش عيب اما بيتكلموا في قضيه ريجيني ويحرضوا خدت بالك؟ اشكال وسخه بما يرضي الله، اشكال وسخه. صدقني كانوا بيجوا عندنا يعملوا ويقفوا يعملوا وقفات على البحر، احنا على عزبة على القرية، انا مسكت في الناس ده اكتر من مره، انا بقيت امسك فيهم من غير ابني ومن قبل ابني والكلام الفضة كله. احنا نابزين القرية عندنا نبزاهم يعني، ما وانتوا عندكم وعي، الناس طبعا في القرية عندها وعي، طبعا عندنا وعي، الفلاحين فاهمين طبعا الله الناس، والقنوات اللي بتطلع اللي هم بيدمرونا وعايزين ان هم الدولة كده مكملين ولا تفشل وبيحرضوا عليها ولا الحاجات دي، احنا عندنا حد بينزل الله ولا جزيرة ولا عارفين اطلاقا، وقنوات الاخوان مكملين والشرق والقنوات اللي هي بتطلع، حضرتك لو احنا عندنا القرية فيها 50,000، لو عندنا القرية فيها 50,000 تسيء لمصر، طبعا طبعا بتسيء، صدقيني فاهمين طبعًا. الناس عندكم فاهمين الكلام ده، عندنا فاهمين طبعا، فاهمين طيب. فاهمين خالص. طب انا عايز ارجع لام البطل بقى، انا مش ممكن هقدر اقول لك اني حاسه بيكي، ما عمر حد هيحس بيكي يا ام ابراهيم، مش ممكن، انما ممكن احس، اتخيل ايه يعني، انا عندي ولد وشاب، ممكن اقول لو اتعور انا هتوجع، امال انتي حاسه بايه لما جاي متعور في